مرحبا بكم مشاهدينا في موعد جديد من نشرة الأخبار على نسمة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تجتمع لدراسة مقترح رئاسة الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور وللحديث عن المؤتمر القادم للاتحاد. إمضاء اتفاقية تقر بالتخلي عن توزيع الأكياس البلاستيكية بالفضاءات التجارية الكبرى. وحملات أمنية موسعة بكافة ولاية القصرين في تعقب للعناصر المطلوبة للعدالة وتحسبا لأي خطر يهدد البلاد. مرحبا بكم من جديد. نفتتح نشرتنا باجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، ولتناول زوز مواضيع هما مقترح رئاسة الحكومة بتأجيل الزيادة في الأجور، كما تم التطرق إلى المؤتمر القادم للاتحاد. بعد دعوة من المكتب التنفيذي، اجتمعت اليوم الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى طاولتها زوز مواضيع، أولهم المؤتمر القادم وثانيهم مقترح رئاسة الحكومة بتجميد الزيادات، وهما وصفته قيادات الاتحاد بأنه إلغاء مقنع وهو أمر مرفوض بالنسبة لهم. موقف ينسجم مع موقف الاتحاد اللي صدر في البيان بتاعه برفض مقترحات الحكومة. هو إلغاء مقنع بكلمة بلفظ التأجيل، لأنه ماهوش تأجيل الزيادة وبعد استعادتها، وإنما اعتبار سنتي 18 و17 بدون زيادات. وفي جانب آخر، عاب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بالقاسم العياري طاعت منظمة الأعراف مع جملة الاتفاقيات السابقة وموقفها الأخير الداعي إلى مراجعتها، وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحمل كل الأطراف لمسؤولياتها ومراعاة الظروف الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. لما نحكي على الاستقرار الاجتماعي وعلى الوضع الاجتماعي السليم، لابد من تعهد كل الأطراف حتى وفق لوثيقة قرطاج بتطبيق كل الاتفاقات. مش معقول هذه السطر تحتها، مش معقول انه ثم معاهدات، ثم اتفاقات، ثم محاضر جلسات تعملت، وخاصه محضر اللي تعمل محضر اتفاق مع اتحاد الصناعه والتجاره والقادم بفتح مفاوضات اجتماعيه بعنوان سنه 2016 2017. لما نسمع بعض المواقف الاخيره في انه نعود من جديد ونقلب الصفحه وثم وثيقه قرطاج، نقول انا اتفاق الاطار هذايا لو كان ثم تعهد بالاتفاقات تطبيقه لما انتهى من شهر ماي. ومن جانبه أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الكلمة الافتتاحية على أن التضحية لا تكون من جانب واحد، وإنما هي مسؤولية مشتركة. في إطار تجسيم أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية والسعي لمقاومة كافة أشكال التلوث وتطوير مؤشرات النظافة، وقعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة اليوم اتفاقية مع الغرفة النقبية للمساحات الكبرى تقر بالتخلي عن توزيع الأكياس البلاستيكية بالفضاءات التجارية الكبرى انطلاقا من غرة مارس 2017. مليار كيس بلاستيكي تم استعماله في تونس سنويا، من بينهم 315 مليون كيس يتوزع من قبل المغازات التجارية الكبرى وفق ما أثبتت الدراسة البيئية حول أكياس التسوق البلاستيكية. نتائج قامت على إثرها وزارة الشؤون المحلية والبيئة اليوم بإمضاء اتفاقية مع الغرفة النقابية للمساحات الكبرى تقرب منع توزيع الأكياس البلاستيكية بكل نقاط استخلاص مغازات العلامات التجارية وتعويضها بأكياس أخرى انطلاقا من 1 مارس 2017. احنا في نقاش مع الغرفة صناعة البلاستيك باش نلقاو معهم اتفاق، كما قلت باش نعاونوهم على انه يتحول النشاط نتاعهم لنشاط اخر، واللي احنا مش نحلوا له مش نحلوا ابواب اخرى. البادره هذه والاتفاقيه مع المغازات الكبرى هي جايه بصفه تلقائيه من غير قانون، وهذا المهم. الغرفة النقابية للمساحات الكبرى بدورها أكدت أنها باش تشجع حرفاء المغازات التجارية الكبرى على استعمال أكياس بديلة يتم تحديد سعرها من طرف العلامات التجارية مع مراعاة المقدرة الشرائية للحريف. كل شركة حسب النتائج اللي وصلت لها، التجارب اللي قامت بها في الماضي، مش تقدم معناها منتوج معين اللي هو مش يكون المنتوج الأساسي لتعويض الأكياس البلاستيكية. من جهتها عبرت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحاولي البلاستيك في وقت سابق أنه مثل هالقرارات اعتباطية ينجر عنها غلق العديد من المؤسسات الصناعية اللي تزود بصفة مباشرة المغازات التجارية الكبرى وإيقاف العاملين بها في الوقت اللي تسعى فيه الحكومة لخلق مواطن شغل جديدة.
في إطار اجتماع حول جباية المحامي والمهن الحرة، أكد اليوم عميد المحامين عامر المحرزي التزام أهل القطاع بأداء واجبهم الجبائي بداية من قانون المالية لسنة 2017 عن طريق طبع إعفائي على كل العرائض، وجباية تقدر ب 150 ألف دينار سنويا لكل محامي. كما أشار عميد المحامين خلال نفس اللقاء أنه مداخيل الدولة باش تتضاعف 5 مرات عن طريق الجباية هذه، وأضاف أنه المشروع القى ترحيب من قبل رئاستي الحكومة والجمهورية اللي يعتبروا أنه يخدم مصلحة البلاد. من قانون المالية الجديد انصلى من جان في 2017 سيصبح المحامي يقوم بواجبه الجبائي بطريقة أسهل وبطريقة أيسر وبطريقة أفضل، باعتبار وأن نحن نطالب بأن يصبح المحامي يؤدي واجبه الجبائي عن طريق وضع تامبر إعفائي على كل العرائض إلى حد سقف معين. احنا طالبنا ب 150 ألف دينار، وهذا خاضع سنويا وهذا خاضع للاتفاق مع الإدارات المعنية. جملة من المطالب الاجتماعية طغت اليوم على التحرك الاحتجاجي اللي سجلته ساحة الشهداء بمدينة مدنين، أبرزها منح الجهة حقها في التنمية وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للتشغيل. شوفوا تفاصيل في تقرير هذا. شهدت ساحة الشهداء بولاية مدنين وقفة احتجاجية نفذها عدد من مكونات المجتمع المدني للمطالبة بحق الولاية في التنمية واستئناف المشاريع المعطلة في ظل انتشار البطالة بالجهة. ما نحبش نعيش على المجتمع، نحب نخدم بشهادتي، عندي ليسونس انجلي هكا هو مع القلب معبي، ما عادش عندي نقول اكثر من هيك. هناك العديد من الاليات والوعود التي تلقتها ولايه مدنين ولم يقع تنفيذها، اهمها المشاريع التنمويه التي لا زالت معلقه ولم يقع ايضا تنفيذها. هذا وتمثلت اهم المطالب في سد الشغورات الموجوده بالمؤسسات العموميه والنظر في ملف احداث كليه الطب بمدنين اللي تمثل احد اهم انتظارات الاهالي. باش نطالبوا بالتنميه، باش نطالبوا بالتشغيل، باش نطالبوا بحل الاشكاليات الموجوده في التنميه في ولايه مدنين، من بينها السكه الحديديه، من بينها كليه الطب، من بينها منطقه الصناعيه بتاجن، من بينها ميناء زرزيس، من بينها المعضله بتاع راس الجدير، فهمتني، من بينها العديد من المطالب التشغيل. هذا صرح المحتجين لأن تحركهم قابل للتصعيد في صورة عدم الالتفات بجدية لمطالب الجهة التي تعاني من مشاكل تنموية كبيرة. نمشي ولاية نابل وين ندد سواق التاكسي فردي والجماعي والواج بسياسة المماطلة المستفزة من طرف السلطات المعنية على حد تعبيرهم، وطالب المحتجين بضرورة فتح ملفات الرخص بالجهة اللي تحوم حولها شبهات فساد. تحرك القام مساندة من الاتحاد العام التونسي للشغل وأكد على إثر والي الجهة مشروعية الاحتجاجات السلمية، كما أكد على وجود لجنة تطهير ومكتب دراسات مكلفين بتتبع جميع الخروقات في عملية إسناد الرخص. الناس مظلومة، الناس مقهورة، الناس بالحق ما ملقاش أذان صاغية اللي باش تعاونهم. بطبيعة الحال احنا وقت اللي صار الاجتماع بهم وهم خذوا القرار في هذه الوقفة واحنا ساندناهم نظرا لعدم تجاوب سلطة الإشراف. باش نسمعوا باتحاد جاوب الشغل بممثلين عن القطاعات الثلاثة هذية للنظر في مطالبهم واللي باش نرفعوها للسيد ولي نابل واللجنة الجهوية للنقل. أول شيء لجنة التطهير لازمها تستكمل أعمالها. للتطهير هذه فما رخص أسندت في غير محلها، فما رخص ما استعملتش منذ سنتين. في موضوع آخر وعلى غرار معتمدية المكنين من ولاية المنستير، سجلت ولاية القيروان أضرار فاتحة طالت المحاصيل الزراعية والممتلكات والبنية التحتية جراء تهاتل الكميات كبيرة من الأمطار. تثبت الأمطار الغزيرة اللي تهطلت في المدة الأخيرة بكميات كبيرة في ولاية القيروان واللي كانت مصحوبة بالبرد، خاصة بمعتمدية شبيكة وبوحجلة، في إرحاق أضرار فاتحة في المحاصيل الزراعية والممتلكات وفي البنية التحتية، وهو ما خلى الأهالي طالبوا السلطات الجهوية بإعانتهم على جبر الأضرار اللي لحقتهم ولحقت محاصيلهم خاصة من الزيتون والخضروات. بالله العظيم وهالكارثة هذه، اليوم عمري 70 سنة، عمري نعرف رانا في بيننا ديار رحلت، اجي شوف الديار كيفاش هاني مشقة وتبشر وتفلقت من داخل بالماء، والسواني هكا تشوفها يحطب. طالبوا الدولة بجبر الأضرار في حكاية الطماطم هذه، دخلنا عليها احنا مصاريف من بداية التراكتور للأدوية للماء للمنبت للخدامة، كل شيء بالكريدي وبالكمبيالات، وجدت الكارثة هذه متاع البرد ضرتها 100%. ومن جهة أخرى مازال حرفي وقلالات بالمكنين يعانيوا بدورهم من مخلفات الأمطار الأخيرة، وين مازالت الطريق المؤدية لمحلاتها مغلقة بسبب الأوحال، وهو ما أرجعوا إلى البنية التحتية المهترئة. كونتينرات تجيش تعبي، تجيش تعبي السلع، معناها ندخلوا رانا في العملة، رانا ندخلوا في العملة وكذا، فهمت؟ تجي تراثنية كاكا تعملك ترجع الروح ما تنجمش تدخل. حتى السلعة تو قشار معناها مش يجيه السلعة، معناها حضروا السلعة مش يجيه، ما ينجمش يدخل. ما
معناها من ناحيه الطريق، معناها الطريق معناها مسكره. رغم استبشار التونسيين بنزول الغيث النافع، فانه اكثر من منطقه شهدت عديد الاضرار، وهو ما يستوجب مزيد الاحاطه والصيانه للبنيه التحتيه الموجوده. نمشي ولاية القصرين، وبسبب الأضرار اللي لحقت المدرسة الابتدائية أولاد بركة من معتمدية فوسانة والناجمة عن نزول كميات من الأمطار، تقرر البارحة غلق 3 أقسام وتعويضهم بتقسيم المطعم المتواجد بالمدرسة واقتناء 2 قاعات متنقلة. خلفت الأمطار الأخيرة اللي شهدتها معتمدية فوسانة من ولاية القصرين أضرار بالمدرسة الابتدائية بأولاد بركة، اللي تعرضت أقسامها لانزلاق أرض التشقق على مستوى الأسقف، مما تسبب في حالة من الخوف في صفوف الإطار التربوي والتلاميذ، وتم على إثرها غلق الأقسام اللي قالت للسقوط. الكارثة الحالة في المدرسة ناتجة عن انسحاب الدولة منذ البداية، لأنه بنائها كان عن طريق مواطنين، كان مجهود شعبي. المجهود الشعبي هذا صحيح مكن التلامذة 20 سنة من أنهم يدرسوا، لأنه أقرب مدرسة بعيدة حوالي 4 كيلومتر على المنطقة. حتى الظاهرة معناها نجم نقولوا جيولوجية، فهمت، انزلاق تحرك للتربة مما أدى إلى تشقق كبير تواصل من خارج المدرسة على بعد 100 متر ودخل السور وتعدى تحت القاعات، فهمت، بحيث الوضعية بكل بساطة أن القاعة الآن موجودة فوق معناها فراغ. فراغ هذا يتمثل في الترب اللي جرفتها المياه. الأولياء والتلامذة أجمعوا في مطلبهم عن ضرورة تحسين وضعية المدرسة لمواصلة الدراسة في ظروف آمنة. مدرستنا ولت ويد ولت تحت من الأقسام ولت بشتيح. يلزمها في أقرب الأوقات يجيبوا لنا اللي بانقلوا هذاكم باش بلادنا ما يتعطوش على المدرسة على القراية متاعها. من جهتها قامت السلطات الجهوية والمحلية بالتدخل واتخاذ إجراءات لفائدة المدرسة باقتناء 2 قاعات متنقلة. خرجوا لجنة فنية قامت بالمعاينة وهي اللي اتخذت القرار إنه 3 قاعات ما يقروش. السيد المندوب في الحلول هذه باش يقسم عندنا مطعم غادي باش يتقسم القاعات في انتظار انه يتم اقتناء 2 قاعات متنقله في القريب العاجل. حاله استياء في صفوف الاطار التربوي والتلاميذ والاولياء خلفت هذه الحادثه على امل انه يتم بناء اقسام جديده مؤهله للتدريس. من جهة أخرى، عاشت ولاية القصرين وعدد من الأحياء والمعتمديات والمناطق المحاذية للمرتفعات الجبلية على وقع حملات أمنية موسعة، سجلت سلسلة من المداهمات وحملات تفتيش لمختلف وسائل النقل. هذا وأسفرت الحملة اللي نفذتها وحدات الأمن التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين معزة بوحدات أمنية من مختلف ولايات الجمهورية عن إيقاف 50 مفتش عنهم في قضايا مختلفة، كما تم حجز 48 دراجة نارية و10 سيارات محل تفتيش، إضافة إلى تحرير 100 محضر في مخالفات مرورية وأمنية. والجدير بالذكر فإن الحملات الأمنية ما زالت متواصلة بمداخل ومخارج المدينة تحسبا لأي خطر يهدد أمن البلاد. نمشي ولاية جندوبة، ونعرفت منطقة ستنافورة من معتمدية جندوبة الشمالية يوم طبي مفتوح لفائدة المسنين واللي يتزامن مع اليوم العالمي للمسنين. بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، نظمت الدائرة الصحية بجندوبة يوم مفتوح لفئة المسنين بجهة صدفورة من معتمدية جندوبة الشمالية لتقصي الأمراض المزمنة والأمراض النفسية وطب الأسنان. وقد تم خلال هذا اليوم فحص أكثر من 100 مسن وتقديم الأدوية اللازمة والنصائح الطبية. كذلك وفرنا بعض الأدوية اللي يمكن تقديمها للمسنين لخاصة بالأمراض السكري ومرض ضغط الدم وبعض الأمراض الأخرى. وفي ظرف ساعتين في التوقيت نتاعنا قمنا بفحص أكثر من 100 مسن. كما تم التركيز على تشخيص مرض الزهايمر والناحية النفسية للمسن وأعطى نصائح للإحاطة به. اليوم حاولنا باش نشوفوا شو الحوايج هذه اللي تصيب المسن، دونك لا ديبرسيون أول حاجة، لا مالادي دالزهايمر. أعطيناهم نصائح مع أخصائي التغذية في كيفية تقسيم الماكلة متاعهم. اليوم الطبي المفتوح لفئة مسني منطقة صدفورة كان لها الوقع الإيجابي في نفوس الأهالي والمسنين بعد الفحوصات الشاملة اللي تمتعوا بها. قاسوا لي الدم والسكر وزنون عاد عليهم، أعطاني الدواء يعطيهم الصحة ورب إن شاء الله ينوركم الكل. سمعت بالقافلة وهاني جيت عديت وعطوني الدواء وهاني مروح. أيام طبية مفتوحة تنظمها الدائرة الصحية بجندوبة واللي أصبحت عادة، وباش يتم تنظيم يوم طبي أول بمنطقة سوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية يوم 18 أكتوبر، والثاني بمنطقة سوق السبت يوم 21 من نفس الشهر. نختم نشرتنا من ولاية جابس بطلب أحباء الملعب الجابسي اليوم المتمثل في ترفيع في عدد التذاكر ل 5000 تذكرة بالنسبة للدربي المرتقب بين الملعب الجابسي ومستقبل جابس. طلب جاثر تجمعهم اليوم قدام مقر الولاية وانعقدت على إثر جلسة أمنية بحضور رئيسي 2 جمعيات للنظر في الموضوع.
اليوم جي جمهور الملعب الجابسي هذايا كبار وصغار، جينا نعملوا عملنا وقفة احتجاجية سلمية حضارية، جينا نطالبوا بحقنا في 6000 تذكرة باش ندخلوا بيهم الماتش. 2000 تذكرة شو معناها؟ معناها من كل حومة تهز واحد، معناها لا شنتش لا جارة لا بحر لا حومة لا قار لا شط لا بلد لا قصر، ما حتى اللي معناها البلايص كل اللي يحبوا الملعب الجابسي. جينا اليوم نطالبوا بحقنا باش ندخلوا باش نتفرهدوا باش نتفرجوا على جمعيتنا تلعب كرة. هكا كون وصلنا مشاهدينا لنهاية موعدنا الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الرسمي على الإنترنت www.nesma.tv. مشاهدة طيبة للجميع.